والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن النجم الشعرى. نجم الشعرى هو النجم الأكثر لمعانا وإضاءة في مجرتنا، لذلك ذكرها القرآن في قوله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعرى، سورة النجم آية 49. ويخص العلماء اليوم هذا النجم بدراسة لما له من تميز في قوة الإضاءة. هناك الكثير من الأسرار في هذا النجم لا يزال العلم ما بعد اكتشفها، والله أعلم.